أبرز الوثائق اللي موجودة في الكتاب، ولما نقول وثائق من الأرشيف السري لوزارة الخارجية، دي قيمة كبيرة جدا لوزارة هامة وسيادية في الدولة المصرية. طبعا أبرز الوثائق دي وثائق كبيرة جدا، عدد كبير مهول من الوثائق، يعني نقدر نقول عددها مثلا الوثائق المتعلقة بالأرشيف السري القديم بس كملفات، وكل ملف بيشمل عدد كبير من الوثائق حوالي 8000 ملف. الملفات دي حضرتك بقى يعني أي شيء تتخيليه متعلق بأي شيء على المستوى الداخلي أو الخارجي أكيد هنلاقيه فيها. وكل ملف بقى كتير يا دكتورة، صح؟ كل ملف متعلق بموضوع معين في مجال معين، سواء على المجال الاقتصادي، حاجة متعلقة بالعملات، حاجة متعلقة بتزييف العملة، حاجة متعلقة بالتجارة الداخلية، التجارة الخارجية. لو على المستوى الثقافي هنلاقي حاجات كتيرة جدا متعلقة بالصحف المصرية والأجنبية، الكتب والتعامل مع الكتب واستيراد الكتب الأجنبية أو جلب الكتب الأجنبية اللي بتفيد في المجتمع المصري. على المستوى السياسي طبعا يعني عدد كم كبير من المعاهدات والاتفاقيات السياسية المهمة جدا. على المستوى الديني نفسه بترصد الوثائق عدد كبير جدا من الأحداث زي الاحتفالات بالمولد النبوي، التكية المصرية في الحرمين، زيارة الحج أو موكب الحج ودور الخارجية فيه. على المستوى السياسي والقنصلي طبعا ده الدبلوماسي والقنصلي ده هو النشاط الأساسي فيها، وظائف سياسية وقنصلية، الفرق بين الدبلوماسية والقنصلية، التمثيل المصري، حجم التمثيل المصري على مستوى العالم قد إيه، واللي كان مرتبط بعلاقات مصر الخارجية. بترصد الوظائف وترصد الوثائق، نوعية الوثائق، الاعتماد نفسها، وثائق التفويض الخاصة بالوثائق الخاصة بالمعاهدات، بترصد وثائق السياسية نفسها اللي بيقدمها الوزير المفوض أو السفير للدول الأجنبية. فكل ما يتعلق بهذه الأمور هنجد له وجود في وثائق وزارة الخارجية. تمام. احنا دكتورة من أول رصدنا من 1884 48 48 يعني من نهاية عصر محمد علي. حلو. ومرورا بأول حرب بقى، الحرب العالمية الأولى، تأثير الحرب العالمية الأولى دي على الوزارة وزارة الخارجية في مصر أو على مصر بصفة عامة. اسمح لي حضرتك الأول يعني أرصد نبذة بسيطة كده من تاريخ وزارة الخارجية لحد ما هنوصل للمرحلة دي، وهنلاقي إن في تغيير جذري حصل على وزارة الخارجية متأثرة بهذه الأحداث. طبعا كنوع من ممارسة السياسة الخارجية بدأتها مصر من وقت مبكر جدا، من العصر الفراعنة على المستوى التمثيل الدبلوماسي، ولكن بأشكال مختلفة وأشكال يعني قد تتسم بالنضج أحيانا وعدم النضج أحيانا أخرى، ولكن التمثيل السياسي المصري موجود منذ عصر الفراعنة. بعيدا عن لفظ وزارة الخارجية، صرف النظر عن وزارة الخارجية اللي بيدير 1922 هنقول مع رصد التاريخ بتاعها. بعد كده دخلنا في يعني بفتره كبيره جدا دخلنا في العصر الاسلامي، واللي من بدايته بدا الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في نوع من الاهميه للتواصل مع العالم الخارجي او الدول الخارجيه لدعوتهم للاسلام، فكان لازم يرسل ليهم الرسائل ويرسل ليهم الخطابات والمكاتبات اللي بتدعوهم للاسلام. وده شفنا فيه وموجود دراسات كتيره جدا بتغطي وثائق عصر النبوه. فكان لابد أن يكون في بعض الكتبة اللي بيختصوا بالكلام ده ويختصوا بتوصيل هذه المكاتبات للخارج، هو ده نوع من السياسة الخارجية أو ممارسة السياسة الخارجية. بعد كده في عصر سيدنا عمر بن الخطاب بدأت الأمور تنتظم شوية ونعمل نوع من الدواوين. كلمة ديوان بمعنى يعني هي ليها أصول لغوية كتيرة واختلفت المصادر في الحديث عن أصلها، سواء كان فارسي أو يوناني أو أشوري أو كذا، المهم أنها وصلت لنا إلى اللغة العربية بمعنى محل إقامة الحاكم وحفظ الأوراق والمستندات الخاصة به. وبعد كده بدأ سيدنا عمر يعمل ديوان الخاتم، يكون ديوان الخاتم اللي من خلاله كان بيتم فيه كتابة وتدوين المكاتبات للعالم الخارجي والمراسلات وأجهزة الدواوين بتاعة الدولة. مع الوقت بدأنا ندخل في موضوع ديوان الرسائل، تحول إلى ديوان الرسائل أو ديوان الإنشاء في العصور بقى العصر الأموي والعصر العباسي والفاطمي والكلام ده، وكان في تطورات كبيرة جدا في وكل هذه الأشكال الإدارية أو الكيانات الإدارية كانت بتمارس بشكل أو بآخر مهام السياسة الخارجية.
الوجود الحقيقي اللي نقدر نقول عليه لبداية وزارة الخارجية نقدر نقوله في عصر محمد علي اللي هو مؤسس الدولة الحديثة في مصر، لما عمل طبعا قانون السياسة نامة 1837. القانون ده من خلاله قسم الدولة أو الدواوين الإدارية إلى 5 دواوين. كان أحد هذه الدواوين ديوان بيعرف بديوان التجارة والأمور الأفرنكية. الأفرنكية جاية من الفرنجة أو الأجانب يعني غير المصريين. فبالفعل الديوان ده كان بيمارس كل وظائف وزارة الخارجية بشكل كويس جدا، وده واكب الانفتاح اللي كان عامله محمد علي لرغبته في تأسيس دولة حديثة تشتمل كل النواحي الحياة. فكان على المستوى الثقافي بيبعت البعثات لبرا ويستقبل الـ 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 الخبرات الـ الـ الأوروبية علشان يأسسوا له الدولة هنا، يأسسوا الجيش ويأسسوا الحربية ويأسسوا في التعليم ويأسسوا في الصناعة وفي كل القطاعات الدولة. في المستوى السياسي كمان كان له علاقات مع الدولة العثمانية، كان فيها بعض التوتر أحيانا، وكان له علاقات بالدول الأوروبية. فبالتالي وعلى المستوى العلمي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى كل المستويات أصبح محمد علي مؤسس للدولة الحديثة، وكان داعم كبير قوي ليه أو من العناصر اللي ساعدته على كده وجود ديوان التجارة والأمور الأفرنكية. بدأ يتطور الأمور شوية بشوية في عصر محمد علي وفي عصر أحفاده أبنائه، ويتغير المسميات أحيانا وتختلف أحيانا، ولكن في النهاية بقيت وزارة الخارجية تحت هذا المسمى حتى جاء بقى عصر الخديوي إسماعيل. وفي الوقت ده في سنة 1878 تحولت الدواوين إلى ما يسمى بالنظارات، فأصبح ديوان التجارة والأمور الأفرنكية يحمل اسم نظارة الخارجية. طبعا نظارة الخارجية مع الاتساع اللي حصل في عصر إسماعيل ومع انفتاحه على العالم الأوروبي بدأت الأمور تزداد، بدأت المحاكم المختلطة، بدأت القضاء الأجانب في مصر، بدأ الوجود الأوروبي في مصر يتزايد بشكل كبير جدا. مع كل ده بيدي دفعة لوزارة الخارجية لأن ده صميم شغلها، إنها تحافظ أو يعني تتناول العلاقات الخارجية ومصالح الرعاية المصريين في الخارج أو رعاية الأجانب في مصر. فكل ما بيزيد الوجود الأوروبي في مصر أو الوجود الأجنبي كل ده ما بيكون. طب وهو كان هنا يا دكتورة كانت مصر تحت الحكم، مصر كانت لازالت ولاية عثمانية. ولاية عثمانية. طب هو كان الخديوي كان عادي ممكن يعني دوره كمصر ينفع يبقى فيه مراسلات ومباشرة مع الدول؟ مع بداية عصر محمد علي بدأت الأمور تاخد شكل يعني من الاستقلالية بشكل محدود عن الدولة العثمانية، وكان في خلافات كبيرة جدا ما بينه وبين الدولة العثمانية لأنه حابب يستقل بالولاية المصرية. ولكن رغم ذلك هي بقيت اسما ولاية عثمانية. على مدى 4 قرون. بعد كده حصل الاحتلال البريطاني لمصر 1882. طبعا مع وجود الاحتلال البريطاني لمصر وزارة الخارجية جهة من الجهات السيادية اللي بتمثل سيادة الدولة. فمعنى كده أنه طالما في احتلال يبقى معنى ده أنه هينتقص من سيادة الدولة. لذلك هي كانت من أكبر الأماكن أو الجهات الإدارية اللي تأثرت بالاحتلال البريطاني.